هذا طريق رحلة العودة للميليشيا، وهو في الأساس الطريق الوحيد للنجاة من مصير محتوم لمن لم يقتل أو يؤسر من عناصرها. فالحرب التي تخوضها على أكثر من جبهة في محافظة الجوف عددها بات يعمل عكسيا بالنسبة للمناطق التي كانوا يسيطرون عليها وفقدوها. الاستعدادات جارية لاستكمال التحرير، وكل يوم تضيق الجوف بالميليشيا أكثر. في المقابل يوسع الجيش الوطني من عملياته لبسط نفوذ الدولة وتخليص المحافظة من سطوة سلطة الأمر الواقع التي حاولت فرضها جماعة الحوثي خلال عام. هذه الأماكن سيطر عليها، وهي مدينة الغيل أصبحت خلفنا تماما، التفينا عليها من اتجاه الشرق، وأيضا التفوا عليها أيضا من اتجاه الغرب من المتون ومن مصر، وأيضا قوات أخرى سيطروا على الصفرة بإذن الله، وسنسمع التصريح منهم قريبا. هنا وحدات تابعة للمنطقة العسكرية السادسة التي تقوم بعمليات نوعية في منطقة العقبة على سلسلة جبلية تمتد من شمال شرق قرن الجدعان وحتى نقطة الزلق تحت غطاء جوي، بالإضافة إلى عملية واسعة استهدفت مواقع للميليشيا غرب مديرية المصلوب. تأتي هذه العملية ضمن عمليات ناجحة ونوعية قام بها أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة الغيل والمتون خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تم السيطرة على أغلب الجبال في مديرية المتون، وأيضا السيطرة على قرية معيمرة والمجمع الحكومي بالمديرية. كما استطاع الجيش إحكام قبضته على أكبر جزء من مديرية الغيل وصولا إلى جبل يام، أولى جبال محافظة صنعاء بعد معارك عنيفة أسر فيها ما يزيد عن 70 عنصرا من الميليشيا في أكثر من جبهة خلال الأيام القليلة الماضية.